اقعدي بقى. أنا مش من امبارح عمال أشرح لك اللي حصل بالتفصيل، وكل ما أشرح لك تهزي دماغك كده وتحسسيني إن اللي بقوله لك ده منطقي. ما أنت لازم تعذرني بعد اللي أنا شفته، وبعدين تعالى هنا، أنت ناسي يوم الجرنان وصورة لا 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 لا، مقارنة مكحفة خالص. لا 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 الصوت العالي ده في ايه؟ مش قصدي كده يعني، بس اقصد انه اصل انا بصراحه استفزيت جدا. انا في الاخر راجل شرقي، بس ايه اللي حصل؟ انا استفزيت من اللي انا شفته، لكن انت شكيتي فيا يا نبيل. خلاص يا نبيل، موضوع وخلص وننساه. خلاص خلاص يا حبيبتي، هي مش فكرة ننساها، فكرة انه ما ينفعش تشكي فيا. ما ينفعش تشكي فيا يا نبيلة. في حاجة لو فكرتي فيها شوية كده هتلاقي ان ما ينفعش ابدا تبصي لي بأي شك. يا حبيبتي انتي اول بختي، يعني انا قبلك عمري ما عملت علاقة مع واحدة. معقول يعني بعد ما اتجوزك هعمل علاقة مع اي واحدة ست ايا كانت؟ ليه؟ سديت نفسك انا؟ عقدتك من صنف الحريم كله. ايه ده؟ لا لا، انا مش قصدي كده. ايه ده يا حبيبتي؟ بقولك انتي اول بختي، يعني انا حسيت معاكي بحاجات عمري ما حسيتها قبل كده، حاجات حلوة قوي، حاجات تخليني احس ان انا كده معايا القمر. حد يبقى معايا القمر بص على اللمبة سهاري. تعبيرات بيتة قوي، بيتة. طب نقي كلام جديد حتى عشان تعرف تبلفني بيه. طب ايه رأيك بقى ان انا مش بلف؟ ايه رأيك بقى ان انا مش بلفك؟ تعالي هنا. راح فين؟ انا مش ببلفك، انا بقولك الكلام اللي في قلبي، اللي انا حاسس بيه. أكيد تليفون مهم.